السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني وأخواتي، وأهلا ومرحبا بكم. اليوم بما يفتح الله بدي شوي هيك أبرز قضية في سياق الحديث عن حل الخلافات والمشاكل الأسرية وتخصيصا بين الزوجين حول موضوع التضحية. قناعتي ومن خبرتي والواقع والمنطق والأدلة المادية والموضوعية وسميها ما تشاء، إذا ما في تضحية من الاثنين أو على الأقل من أحدهما يكاد يستحيل بالمعنى العرفي والواقعي إنك تحل خلاف زوجي. لازم يكون في استعداد من أحدهما أو من كليهما لموضوع التضحية، وإلا الخلافات لن تحل. هذه قضية مهمة كثير من الناس ما بينتبهوا لها. طبعا حياكم الله جميعا، أنا ببثلكم من شرق كندا، مقاطعة أونتاريو، مدينة ميسيساغا، وهذا اللي شايفينه ضباب. سبحان الله، ما في مطر ما في ثلج لكن في ضباب، وأنا شخصيا أعشق الضباب، بحب الطقس هذا. الصبح عملت هيك بث سريع بس كان بعد الفجر، الدنيا عتمة لسه ما زالت. سبحان الله، طلعوا كيف المنظر، لا إله إلا الله، كيف منظر الشمس مع الضباب، طلعوا، لا إله إلا الله، سبحان الخالق سبحان الخالق، كيف منظر جميل جدا. إحنا الصبح الآن منظر الضباب مع الشمس عجيب، سبحان الخالق، لا إله إلا الله، سبحان الخالق سبحان الخالق. نظافة الشوارع مريحة هنا، وبشكل عام يعني الجو نقي بشكل عجيب جدا. ومن أجمل ما في الموضوع هنا، بتمشي أنت، على فكرة أنا إلي 4 سنوات في كندا، ببالغ بقولكم إذا شميت ريحة الدخان في الشارع 5 مرات، ببالغ إذا شميت ريحة الدخان في الشارع، ركز معي، مش ببساطة المايكرو ولا في الأماكن العامة، إذا شميت ريحة الدخان 5 مرات في الشارع يمكن أكون ببالغ بال4 سنين. فلما تمشي في الشارع فعلا تشم هواء نقي، الله يهديهم، بس اللي بنكدوا علينا عيشتنا بالدخان تبعهم هذول، حسبي الله ونعم الوكيل، بس اللي ما بيخلونا نتنفس الله يهديهم. هو قرر انه يصاب بالسرطان ويدمر حاله ويموت بسرطان الرئه، خلاص حر ايش بدي اعمل له، لكن بده ينكد علي عيشتي انا كمان بكل مكان والبساطه العامه والكذا والى اخره، اذا فتحت تمك تدخل في مشكله. على كل حال قال مش موضوعي، موضوعي بدي احكي على الخلافات الزوجيه، ما بس حابب اشارككم بمنظر الضباب الجميل، انا بحب فصل الشتاء وبحب الضباب. طيب نيجي ل اللهم صل على سيدنا محمد، نيجي للفكره. اللي عنده اهتمام لسبب ما في موضوع حل الخلافات الزوجيه، بمعنى عنده حرص، أحد الإخوة هنا كاتب الطلاق هو حل كل مشاكل، كلام غير دقيق وغير صحيح، وما أدري صاحبه كتبه يقصد المزاح ولا جاد، وإن كان جادا فهذا رأي شخصي بحت قد ينبع عن مشكلة مستعصية عند صاحب العبارة، وهذا برأيه ما بلومه، لكن يقينا الطلاق مش حل كل المشاكل، آخر الحلول الطلاق، وإذا الطلاق حل كل المشاكل معناته الناس ما تتزوج. طيب المشكلة، أنا النقطة اللي بدي أعمل هايلايت عليها هسه، بركز عليها الله يكرمكم، بدي أحاول إني أكون مختصر قدر الاستطاعة. وأنت داخل على حل مشكلة زوجية، خلاف زوجي، سواء الخلاف كان مالي ولا اجتماعي، سلوكي، شخصي، عائلي، بيئة، جيران، عادات وتقاليد، ترتيبات، تنظيم البيت، وما بدي ناقش كل شيء، بدنا نتجاوز الآن موضوع الحكمة والأسلوب والكذا إلى الآخر. عند نقطة من النقاط، اعلم يا أختي الكريم واعلم أخي الكريم، إذا أنت حريص على أنه تحل المشاكل بينك وبين شريكة حياتك أو بينك وبين شريك حياتك، مستحيل بالمعنى العرفي أنك تحل المشكلة إذا ما كان عندك الحد الأدنى من الاستعداد للتضحية بشيء ما، وأنت كذلك مستحيل. ما دام صار فيه تضارب مصالح، وأنا وإنت وأنا وإنتي وإلي وإلك، وابتدأنا بالحل، في حدا بده يتراجع خطوة لوراء أو يتخلى عن شيء، كلاهما أو أحدهما هو الأروع كلاهما بعد الاتفاق،
طبعا واحد بيقول لي طب ليش أضحي؟ بقول لأنه في قيمة كبرى وقيمة عليا لازم تضحي لأجلها، اللي هي مؤسسة الزواج، وخاصة ركزوا معي، خاصة عند وجود الأطفال. ما دام وجد الأطفال عنصر التضحية بيصير الحاجة له نسبته 100% مش 99%، واللي بيقرر ما يعمل أي درجة من التضحية، والتضحية درجات طبعا، يعني درجات، ما التضحية ما بنقول إنك أنت تدمر حياتك، لا، تتخلى عن بعض طلباتك، تغض الطرف عن بعض مستلزماتك، خلينا نحكي تتنازل عن بعض مستلزماتك أو حاجاتك أو حاجاتك لمصلحة عليا. واحد بيقول لي، وهنا تأتي النقطة الأخرى، ملف اليوم، بيقول لي استنى شوي، مين اللي بيحدد في المصلحة العليا؟ إيش يعني مصلحة عليا؟ بالنسبة لي المصلحة العليا إني أنا كل حاجاتي ورغباتي تتم، هاي مصلحة عليا عندي أنا. بقول له المصلحة العليا الآن بميزان الشرع، أولوية إنه الأطفال ما ينرموا في الشارع ويختطفوهم تبعون المخدرات والعصابات والقتل والجريمة المنظمة والدعارة، هذه أولوية عليا فوق حاجاتي ورغباتي وفوق حاجات ورغبات شريكة حياتي. فاللي بيحدد الموضوع مش أنت، اللي بيحدد ربنا سبحانه وتعالى والشرع بأفكاره. فلذلك ما أحكي مصلحة عليا، مصلحة عليا ميزان الشرع، لأنه إحنا حكينا قبل الآن في شيء اسمه نقطة المرجعية. مصلحة العليا عند الملحد ذاته، مصلحة العليا عند النسوية الليبرالية العربية المتطرفة زينتها ومكياجها وتنورتها وكندرتها والمكياج تبعها مصلحة عليا طبعا. لذلك أنا ما بناقش، أنا ما عم بخاطب الآن نسويات الليبراليات العلمانيات أو اللادينيات، لا، عم بخاطب امرأة مسلمة رضيت بالله ربا وبمحمد النبي، مشان هيك دائما بقول نقطة مرجعية، وإلا ما بننتهي نسبية لأنه شغلة. فالمعايير الأخلاقية ما في اتفاق إنساني عليها، ديروا بالكم بالمعنى العام، لأنه طبعا عشرات الأمثلة على ذلك، يعني بالسياسة وبالفكر وبالاقتصاد ومليون شغلة. المهم، أنت يا مسلم اللي تسمعيني وأنت يا مسلم اللي تسمعني، إذا حاسس أنك أنت محتاج أنك تحل مشكلتك بالخلافات الزوجية أنت وشريكة حياتك، وأنت كذلك بدك تستعد لقضية اللي هي التضحية، والتضحية لها درجات، ومش معنى تفهم من كلامي أنك تتخلى عن كل حقوقك، لا لا لا، هذا ما عم بناقشه أنا الموضوع. ما حدا بيقول حدا يتخلى عن كل حقوقه، احنا بنقول بعض الأحيان أتخلى عن بعض الأحيان رغباتي، أحلامي جزء منها طبعا، تمنياتي، خططي، إلى آخره، في درجات، مش كل. طب هذا بينقلني للملف الثاني اللي هو خطير جدا. إيش هو هذا الملف الثاني؟ راح أحكي رقم اثنين بالترتيب الزمني بالنسبة لكم، لكن هو بالترتيب المنطقي والواقعي يجب أن يسبق الملف الأول اللي هو التضحية. قبل التضحية لازم تكون ماخذ قرار بتحديد قيم وأوزان الأمور في حياتك، بمعنى إيش أهمية كل شيء من وجهة نظرك بالنسبة إليك. في عندك توقعات وعندك أحلام وعندك حاجات وعندك رغبات وعندك متطلبات وعندك قناعات وعندك إلى آخره. إذا ما أعطيت أوزان وقررت تصنف إيش الأكثر أولوية مقابل أوسط أولوية مقابل أدنى أولوية أو هامشي، يعني إجا راح أوكي بحبه بحلم فيه بتمنى، لكن هو مش أولوية، فبالتالي عندي التضحية بتصير تشيل. يعني تخيل نفسك الآن معي، تقسم حياتك من حيث المبادئ والرغبات والشهوات والتطلعات والأحلام، قسمها خلينا نحكي لأربع مستويات أو أربع دوائر. فالدائرة الحمراء، ثم الدائرة البرتقالية، ثم الدائرة الصفراء، ثم الدائرة البيضاء. الدائرة الحمراء النقاط اللي لا يمكن أن تتخلى عنها. الدائرة البرتقالية مهمة وحلوة لكن يعني أقل أهمية من الحمراء. الدائرة الصفراء أشياء بتستمتع فيها وبتحبها وكتير بتفرح لو موجودة، لكن لو لم تنوجد ما بتنتهي الحياة. ثم الدائرة البيضاء الأشياء الكثير سخيفة وهامشية، إن إجت راحت راحت ما في مشكلة. لازم تصنف الدائرة الحمراء، مثلا موضوع الكفر والإيمان مثلا، ما بزبط والله. أنا
زوجة شايفة زوجها تقصدا وعيانا وبوضوح وبكل هدوء بسب ربنا وبكفر ليل ونهار تقصدا وبعيد وهو يعلم، هذا ارتد، هذا دائرة حمراء، ما بيكون الزبط. والله أنا كيف بدي أحسن علاقتي مع زوجي، هذا طلع برا الإسلام، عقد الزواج أصلا انفسخ، هذه دائرة حمراء. على سبيل المثال، واحد اكتشف إنه زوجته انمسخت فكريا وقررت تترك الحجاب وتصاحب وتطلع وتتصور على وسائل التواصل الاجتماعي وتصاحب شباب وهي متزوجة، هذا فيش وسائل إصلاح، هذا لازم ينفصلوا خلاص، لأنه دائرة حمراء هاي عندهم الاثنين. الدائرة البرتقالية مثلا، على سبيل المثال مثلا، اللهم صل على سيدنا محمد، ممكن نقول خلينا نحكي، طبعا شغلة فيها شيء من نسبية، طبعا ما بقدر ألزم الناس، لكن على سبيل المثال إذا بدي أعتبر كل اللي عم بسمعوا لي أنا وياهم مشتركين بأرضية كبيرة، الالتزامات الشرعية الحرام والحلال، الدائرة بعد الحمراء مثلا العلاقة بالعائلة النووية والعائلة الممتدة، زيارات، ترحيب، اللهم صل على سيدنا محمد، موضوع العلاقة بالأب والأم أكيد مهم جدا، لكن مش بأهمية الكفر والإيمان. يعني لو وهي قررت ما بدها تدخل بيت أمه وأبوه لسبب ما، لأنه أمه بتهينها، أوكي هي مشكلة كبيرة في الحياة، لكن أقل من مشكلة إنها تكفر أو إنه يكفر. فبالتالي بضل يزور أهله وبيبرهم، لكن هي مش رافضة تزورهم معهم، مشكلة كبيرة في الحياة لكن ليست حمراء وإنما برتقالية مثلا على سبيل المثال. الدائرة الثالثة الدائرة الصفراء، دائرة إنه احنا متعودين مرتين كل اسبوع نطلع على المطاعم، متعودين دائما بالويك اند انه نطلع ننبسط ونعمل مشاوي، متعودين دائما نعزم الناس، هاد كلته متعودين عليه وبنستمتع فيه، لكن نتيجه المشاكل وقفت قالت اسمع انا الحياه مش طايقتها معاك، ما عليك غير تدق على صدرك وتعزم، ما عليك غير تعزم وانا بطبخ وبجدي وبكنس وبمسح ابو هالعيشه اللي بدي اكملها معاك. هلا إذا أنت بتعرف أنه نكد زوجتك بسببه اللي شايفه أنت كرم، لكن لا بتجايب لها شغالة ولا بتساعدها ولا بتقدر، وهي قالت لك يعني يا حياتنا يا بتوقف كل عزايمك وكل الكرم تبعك، هذا الكرم الحاتمي اللي هو عبارة عن دقة صدر بس، والباقي أنا اللي بطبخ وأنا اللي بسوي، أنا بعمل الدنيا، أنا مش ضدني أطبخ إلك ولا بيتك ولا أولادك وما إلنا، بس مش معقول 5 أيام في الأسبوع تفاجئني بطبايخ لا أعرف أعمل موعد ولا أعرف كذا. طيب هذا بالنسبة لك قضية كبيرة، قضية خلينا نسميها برستيج اجتماعي، راحة نفسية، لكن هاي درجة صفراء وليست حمراء ولا برتقالية مثلا. فبالتالي إذا كان عقدة الإصلاح بينك وبين زوجتك أنه ما يصير الانفصال، هي هاي النقطة كمثال عم بعطيه ببساطة، ببساطة يا أخي خد قرار بالتخفيف 10% أو إلغي شو اسمه، إلغي هاي العادة. هذا عم بعطيك أمثلة شو يعني منطقة صفراء. ثم المنطقة البيضاء. طبعا شو أهمية اللي عم بحكي، منطقة البيضاء الأشياء البسيطة جدا جدا السخيفة في الحياة، يعني ولا بتقدم ولا بتأخر، أنت قسمها اللي هي معظم بقية الحياة. أهمية هذا التقسيم بالنسبة لك بيساعدك جدا عند المفاوضات لحل الخلافات لما يكون فيه ما يسمى بالإنجليزي clash of interest، تضارب مصالح، بدنا نحل، أنا أريد هي تريد، أنا أريد هو يريد. طب ما بلازم التضحية ولا بدنا التنازل، التنازل ما بيزبط، يتم التنازل إلا كل واحد واضح عنده وين دائرته الحمراء مقابل دائرته البرتقالية مقابل دائرته الصفراء. فالتنين لازم يعرفوا قدر استطاعة إنه إذا التنين واحد فيهم مصر على إنه لازم تتخلى عن الدائرة الحمراء، قد يكون فعلا وقت الحل الأسلم هو الانفصال أو ما في غيره. إذا قدرت تحافظ على دائرتك الحمراء أو دائرتك الحمراء مقابل إنه الطرف الثاني إن أتنازل له عن شيء في الدائرة البرتقالية أو الصفراء، يا محلى هالحل. وهكذا هاي الفكرة اللي حاولت أوصلكم إياها اليوم قدر الاستطاعة على موضوع إنه بدون تضحية ما في حل خلافات. شرحت لكم شو معنى موضوع التضحية، والتضحية قائمة على قرار سابق وهو بيان أوزان الأمور بالنسبة لك، بالنسبة لقيمك. وأنا طبعا الأصل عم بخاطب مسلمين ومسلمات مؤمنين بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن هذه الرؤية، وإلا كان ما في مجال أصلا للتشارك في الأفكار، حتى لا أنصحك ولا ترد علي ولا إلى آخره، زي ما قلنا لكم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب خليني أشوف الآن إذا في إشي بقدر أرد على الرسائل من اللي ذكرته. إذا حد عنده سؤال بسرعة اللي حكيته. إذا حد عنده سؤال الله يكرمكم على اللي ذكرته. والرجاء ما حد يسأل خارج الموضوع. حكيت عن موضوع التضحية ضرورتها لحل الخلافات الزوجية، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تضحية دون وجود وضوح لمنظومة الأولويات وقيم وأوزان الأمور في حياتك. وأعطيتكم مثال عليه، الدائرة الحمراء والكذا، وقضية فيها نسبية ترى، ماشي، فيها نوع من النسبية، لذلك أنا أعطيت أمثلة. لكن في الأغلب خاصة الدائرة البرتقالية والصفراء هذه فيها نسبية كبيرة جدا. يعني أعرف كيف، يعني واحد مثلا يقول لي يا أخي أنا ما عندي مشكلة ما تزور أهلي لكن تذبحني مرتي إذا ما بتقبل العزايم مثلا. مش راح أتدخل بهذا الموضوع. لكن الدائرة الحمراء ربما لازمكم متفقين عليها، موضوع كفر إيمان، موضوع السمعة، هي مصرة إنه بدها بناتها يكونوا مقبولين في المجتمع وكلهم يطلعوا تنانير قصيرة ولازم ما يتحجبوا ولازم شايجيهم عرسان. لا، هاي هنا ضربنا شرع على عفة، على طهارة، على هنا دمار. ما مزبوط، ما في نقطة، ما في نقطة توسط في الموضوع. بدها بناتها هيك يطلعوا؟ لا هي بدها، وهو مكلف أمام الله سبحانه وتعالى، قوا أنفسكم وأهليكم نار. هو منطقة حمراء مقابل منطقة حمراء، ما في، بده يضل يفاوض قدر استطاعه، يضغط يشد يعطيها اللي بدها إياها بالبرتقالي والأصفر، لكن الأحمر لا. هاي أمثلة على كل حال. طيب نشوف إذا في حدا. شكرا أخت آية، أهلا ومرحبا بك. إذا حدا عنده سؤال بسرعة قبل ما أختم على الموضوع، ما حد يسألني على البنك الإسلامي الله يجزيكم خير، لا تسألوني عن حدا، مش هذا الموضوع، مش كل الناس أنا عندي قناعة فيهم. على الأقل اسألوني على صار في عندي غلبة ظن أو يقين فيهم، زي الهالك محمد شحرور مثلا، زي الضال المضل عدنان إبراهيم، يعني هذول اللي نحكي عليهم. يس، إسلام البحيري، إبراهيم عيسى، اسألوني عما يعني يغلب على ظني أو يعني عندي نوع من التمكن منه. الله يجزيكم الخير. أنا ببثلكم يا أخوي يا أخوات من كندا، أنا موجود بكندا مقاطعة أونتاريو اللي هي تعتبر تقريبا معظمها في الشرق، جنوب شرق كندا، وفيها أكبر تجمع للمسلمين وللعرب المسلمين في كندا كلها، مقاطعة أونتاريو. اللهم صل على سيدنا محمد. إذا حدا عنده سؤال على موضوع التضحية، موضوع قيم الأمور والأوزان، تفضلوا. عم بحاول أقرأ أنا. طيب على كل حال، حتى أقطع الشارع نعطيكم فرصة اللي حابب يسأل عن موضوع التضحية وموضوع أوزان الأشياء، فبسرعة وجه السؤال الله يجزيكم الخير إذا بقدر أساعد، ولا بعدها بنختم إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. نستثمر الوقت في التسبيح، الله يجزيكم الخير. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أكيد مش راح أقرأ إشي هسه حتى لا يقال رحمه الله. حتى لا يقال رحمه الله إن شاء الله، طبعا قولوا رحمه الله بس بدون دعس إن شاء الله. طيب نشوف إذا في أسئلة الله يكرمكم نرد عليها، وإلا نسلم عليكم ونودعكم، الله يجزيكم الخير. طيب الأخ نافذ بيسأل هل في حدود للتضحية دكتور، لأنه ممكن تؤثر على العلاقة القدام. طبعا أخي في حدود، أنا أصلا مشان أساعد الناس منطقيا وعمليا وفكريا وواقعيا نبهتهم لموضوع
قبل التضحية لازم تكون ماخذ قرار بالمناطق الأربعة اللي أنا على أقل مجازا وصفتها، أحمر، برتقالي، أصفر، أبيض. أحمر ما لا يمكن التساهل فيه، مش معقول طبعا كل حياتي أحطها في الأحمر، مو معقول. مش معقول عزيمة الضيوف، على جاهزية الأكل، على أسلوب التربية، على توقيت تجهيز الغداء أحطها مع الكفر والإيمان، مستحيل. فإذا كانت الخلافات مثلا فرضا واحد خلافه مع زوجته إنه في عندها نوع من الكسل، أو خلينا نحكي عندها أريحية عجيبة جدا، فبتأخذ الأمور بسلاسة. مثلا بتحب فرضا على سبيل المثال ما تصحى قبل الظهر وتسهر لآخر الليل، وطبيعتها بالشغل بطيئة، حبابة لطيفة ودودة حنونة، لكن عندها بطء رهيب جدا بكل شيء في الحياة. فرضا بتحب تنام الصبح كثير. هلا هاي مشكلة بالنسبة لكثير من الرجال، مشكلة. في بعض الرجال لا مش مشكلة، بقول لك أنا أصلا بطلع الصبح برجع آخر الليل وما في ولاد بيناتنا، نامت للظهر نامت للعصر ولا ما بتفرق معي، الله يهنيها. المهم لما أرجع تكون عم تستناني وناكل مع بعض هاللقمة الحلوة. ما بقدرش أقول لا غلطان، اسمع إياك أنت تتخلى عن رجولتك، مش راح أحكي له الحكي أبدا، بقول له الله يهنيك ويوفقك. واحد ثاني بيقول لي يا زلمة دمار بتخلي الصغار يلبسوا لحالهم ياكلوا لحالهم، مش راضية تصحى، فالدنيا دمار الصبح، بيخبصوا الدنيا ما بنعرف شو بياخدوا أكل وكذا. لا موضوع بطل أصفر ولا أبيض، هنا صار برتقالي وربما يصل إلى الأحمر. نفس الصفة. في أطفال ما في أطفال، طب في أطفال مع إخوة كبار بديروا بالهم عليهم، نسقة معهم ربيتهم مليح، انحلت المشكلة. فالموضوع لازم صاحب العلاقة ياخد قرار وما يكثر. شو النقاط الحمراء؟ لازم. فبالتالي سؤال الأخ لما يقول لي في حدود، طبعا في حدود، في حدود اللي هي إيش أنا أقصد فيها الحدود؟ أبذل جهدك، تضحي يعني قد ما بتقدر في منطقة الأصفر وأقل منها بالبرتقالي، لأنه حياتك بعدين تتحول لصعوبة. ولكن بدك تدير بالك جدا جدا على منطقة الأحمر. طبعا منطقة الأحمر هاي برضو نسبية قلت لكم. فالحدود إنه نكون ما نتهاون في الأحمر، لكن قدر الاستطاعة برتقالي وأصفر اخلص من اللي خلينا نحكي ما بكسر نفسيتك، إنجاز التعبير يعني، أو ما بيدمر نفسيتك بحيث إنك خلص بتكون كأنك عايش وأنت مش عايش. طبعا هاي الشغلة فيها نسبية زي ما قلت لكم. طيب نشوف اللي بعديها. أخ ليث ما عندي رأي، الله يجزيك الخير. شكرا أخت هند، الله يكرمك. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، حياكم الله. إن شاء الله كنا جاوبنا الأخ نافذ على النقطة الأساسية اللي سأل عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يتمم عليكم جميعا بالخير ويرزقكم الإخلاص جميعا ويثبتكم ويصبركم. وأذكركم يا أخوة يا أخوات أنه الحياة الزوجية مش مزحة، أبدا مش مزحة، هو من أعظم إن لم يكن أعظم قرار في تحمل المسؤولية في حياة الإنسان، لأنه مباشرة يصبح مسؤول عن غيره، شريك حياته، ثم يصبح مسؤول عن أطفال لا قدرة لهم في الحياة بعد حماية الله إلا أنت. فأنت الموضوع المسؤولية والعمل والكد، لذلك التضحية جزء أساسي من الموضوع زي ما كنا عم نحكي قبل شوي. أخ ليث لم أشكل رأيا، أرجو أنك كلام وصلك. ما عندي نفس عدنان إبراهيم، أنا جلست عدة سنوات ما كنت أحكي عنه لأنه مش فاضي أظني أنا أتابع كل واحد بيحكي كلمة، إحنا يا رب عم ملحقين نخلص شغلنا. فقعدت 3 سنين لحتى غلب على ظني مشاكله وانحرافه وضلاله لحتى قدرت أحكي، لأنه مئات المواد. أنا جوابي لك لا يوجد عندي رأي واضح لأحكيه فقط. اللهم صل على سيدنا محمد. هذا خلينا نعمل كده.
أخت سماح بتقول في كتير أبهات بمعنى آباء يعني بيحكوا التربايل فقط للأم، هذا غلط، غلط كبير جدا يا أخو يا أخوات. التربية مسؤولية مشتركة للأب والأم، صحيح المراحل الزمنية بتفرض حجم مسؤولية أكبر لطرف دون طرف، يعني 100% في المراحل السنين الأولى حجم انخراط الأم في التربية أعلى بكثير من الأب 100% طبعا، لما يكون لسه بالأشهر الأولى وبالسنة الأولى والسنة الثانية الأم هي اللي لصيق فيها بنسبة 95% بال 24 ساعة، 100% بدها تربي أكثر على موضوع سلوكات معينة، على موضوع بكائه، دلعه، غنجه، لما يرفض، لما يقبل، لما يصير عمره سنتين لسه يبكي ويرمي حاله مشان ياخذ التابلت ولا يمسك الكذا إلى آخره ويدلعه وتغنجه دنيا وعالم. أكيد دور الأم هنا أكبر، بس ما في إشي اسمه الدور التربية للأم هيك على الإطلاق، لا أبدا، هي مراحل مراحل وفي اشتراك، يعني خلينا نقول مش بالمعنى العلمي الدقيق، بالمعنى العام عم بحكي، ممكن خلينا نقول بأول سنة دور الأم 99%، السنة الثانية الأم 95% والأب 5%، السنة الثالثة الأم 85% والأب 15%، السنة الثالثة الرابعة 5% ونزل نزل نزل نصل لمرحلة ما يصير في عنده نوع من الوعي بيصيروا اشتراك 50%، بعد فترة حسب الظروف حسب كذا، هو توزيع توزيع ما فيها، يعني هي في أدوار ربنا ليش خلق، وأنه خلق الذكر والأنثى، العنصر الذكوري الأبوي إلى دور والعنصر الأمومي إلى دور، الحزم التوجيه الهيبة تأتي من الأب، الرقة النعومة الامتصاص العاطفة سحب فتيل الخوف، هاي كلها تدور الأم عند الطفل، ومن هون ومن هنا نحتاج لهذا ونحتاج لهذا، لابد الطفل يعرف أنه في هيبة، لابد يعرف أنه في سلطة، لا يعرف أنه في قوة، ولا يعرف أنه في قوانين، في غلط وصح، في بيصير وما بيصير، مش عخاطره يروح ياخذ اغراض الناس تحت عجة انه انا ربيته اللي بده اياه بياخده، مش عخاطره امتى ما بده يبكي ويرمي حاله على الارض ويخرب الدنيا كلها، مش عخاطره يخرب القعده يبزق على اي واحد بيحكي معاه ويرمي عليه ويمسك الاكل اللي بايده يوسخ اواعيه وما حدش يحكي معاه ولا كلمه، مش عخاطره هتربعي، هاي بده يعرف انه في حزم، ما بقى وقتها هنا اذا الام ما استخدمت الوسائل الصحيحه في الحزم الاب لازم يدخل على الخط، بده يعرف وفي عقوبه للطفل، بده ينحرم من أشياء، بده يتكشر في وجهه، بده ينحكى له غلط، وبده يرتفع الصوت عليه، ما بزبط، ولا بيطلع إنسان الطفل، ترى ديروا بالكم الأطفال ما أنتوا شايفينهم كل سنة عن سنة الطفولة عم تزداد ذكاء، عم تزداد يعني مرعبين، إذا على السنتين عارف إنه إذا بده التابلت بيرمي حاله أول ما تعطيه بسكت بصير يلعب، فاهم إنه لما يرمي حاله بياخذ اللي بده إياه غصب عنك وعن عن عن أبوه غصب عن الأم وعن الأب يعني. فبالتالي مش صحيح أبداً إنه التربية للأم، إن التربية قضية مشتركة، والأصل يكون في اتفاق وفي اشتراك وفي نقاش وفي حوار وفي تبادل الآراء، وفي وطبعاً وما تزعلوا مني معلش بدنا نحط وقت كمان لأنه نقرأ ونتابع ونشوف كتير، ممكن تنتفعوا إن شاء الله من موقع دكتور جاسم مطوع وأكثر منه من موقع ومحاضرات ودورات وكتب الدكتور مصطفى أبو سعد المتخصص في موضوع تربية الطفل. في أختهم بتقول يا دكتور زوجي متوفى الله يرحمه ورحمته واسع، وأنا وحدي في تربية أولادي الستة وهم صعبين جدا جدا، وجهني الله يجزيك الخير. والله طبعا الله كان الله في عونك، أول إشي بذكرك إنه هذه حصتك من البلاء، وأسأل الله أن يعني بإذن الله يأجرك على هذا البلاء ويرزقك من خيري الدنيا والآخرة، واعلمي أنك أمام مهمة صعبة، والمهمة الصعبة تعني بإذن الله أجر كثير ودرجات رفع درجات عند الله سبحانه وتعالى عظيمة بإذن مولاه عز وجل. هذا بداية، وتذكري أنه يعني طلب المعونة من الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. اثنين، طبعا اجابتي عامة جدا جدا راح تكون، ما في اجابة شو اسمه، هالاشارة ما عم تفتح يا جماعة. ما في حل واحد، طبعا انا معلوماتي بسيطة جدا جدا جدا، فلذلك صعب اني اعطيك اجابة دقيقة، لكن بالعموم يا اختي الكريمة ما دام عندك عدد كبير من الاولاد، واحدة من النقاط الكثيرة جدا اللي تدير بالك عليها، لازم تحرصي على ما يسمى الوقت النوعي بينك وبينهم. لازم تحرصي على موضوع كسب القلوب، لازم تحرصي على موضوع النقاش والحوار،
ما يحسوا، لأنه لما ينفقد العنصر الرجولي في البيت الذكور في الأغلب بتفلتوا بالطبع. فكيف بدهم يمسكوا؟ بدهم يمسكوا من الاحترام، بدهم يمسكوا من أنه بدك تكوني حريصة جدا على عدم مؤاخذة، لأن أنا ما بعرف تفصيلاتك، بدي أعطي بالعموم. بدك تحرصي على الابتعاد عن الشتم، بدك تحرصي على الابتعاد عن اللعن، بدك تحرصي الابتعاد عن العصبية ما استطعتي بسبب بدون سبب، حتى يكون في سبيس انك انت تكوني ملاذ امن. وبدك تحرصي على فتح ابواب الصراحه والحوار والدردشه، ولازم يكون خلال النهار في اوقات حلوه بيناتكم. ما بزبط الوقت كله تعصيب، كله زعل، كله مولع، كله معصب طول الوقت على الصغير وعلى الكبير لانهم عددهم كبير. هاي نصائح عامه بالعموم بعطيك اياها هيك، انه الحرص عليها من شانه باذن الله طبعا انه يعين قدر الاستطاعه على تخفيف حده التوتر. لما تصنعي علاقات طيبة وجو هادئ غير متوتر، وصير في نقاش وحوار، على الأقل تتفهمي مشاكلهم، تتفهمي حاجاتهم أكثر، تتفهمي معاناتهم. لأنه لا تنسي أنت عم بتعاني من فقد الزوج وهم عم بيعانوا من فقد الأب. طبعا ما عندي تصور عن أعمارهم برضو كمان، هذا بربط إيدي عن أني جوابي يكون دقيق، لكن لو بدي أعتبر في منهم كبار ومنهم صغار، لازم وسائل تعاملك مع الكبار تختلف عن الصغار. بدك تعطي مساحة، بدك تعطي احترام، بدك تعطي ثقة، بدك تعطي نقاش وحوار وتكسبيهم وتحسسيهم بقيمة دورهم وتسلميهم مهمات للصغار. ما تكوني انت يعني بدي يكون عندك زي حكوماتنا الله يحفظنا اياهم بكل الدول العربية، يكون عندك لامركزية ما شاء الله. طبعا احنا اللامركزية عند الأنظمة عندنا، اللهم صل على سيدنا محمد، يكون عندك لامركزية. هذا بالإجابة بالعموم العموم العموم، لأنه مستحيل الواحد يجاوب عن مشكلة بخصوصها بدقة بدون معرفة التفاصيل الدقيقة، وهذا بده ساعة وساعتين. الأخت سمرة بتسأل رسالة يا دكتور للزوج اللي يقول أنا تربيت من دون ألعاب وقصص للأطفال، وخلص أطفالي نفس الشيء، دائما معارك لشراء قصص لأطفالي، عنده تلفاز وفقط، ما في داعي الأشياء الثانية. والله يا أختي الكريمة، رسالة لهذا الأب أنه إذا يظن هذا الظن فأنا أتوقع أنه مش عايش في هذا الكوكب. فكرة أنا تربيت هيك فبالتالي خلص هيك، أنا بتصوري ما بيقولها، ما بدي أحكي كلام قاسي، بس ما أعتقد أنه في إنسان طبيعي بيحكي هذا الحكي إذا الوصف دقيق. طيب أنا اللي بحكي معكم، أنا وليد 67، عمري 55 سنة. لما كنا أطفال، واللي من عمري وقريب مني بالذكر اللي بدي أحكي على مستوى الأردن، هلأ أنا طفولتي أمتى كانت؟ بالسبعينات. يعني أنا خليني بدي أفترض أني أنا ذاكرتي قادر تجيب من السنة الرابعة والخامسة، يعني 71 72 73 75، هذه مراحل الطفولة اللي أنا بوعيها. ما أنتوا بتعرفوا شو كان في عنا وسيلة التسلية الوحيدة؟ الساعة 6 بالضبط كان يفتح التلفزيون يحطوا القرآن الكريم، وبعديها اللهم صل بفتتحوا بالسلام الملكي إذا ذاكرتي ما خان، بعد ذلك القرآن الكريم، أو بختموا بالسلام الملكي والله نسيت، المهم القرآن الكريم الساعة 6، بعد ذلك إذا بتتذكروا توم وجيري وجراندايزر وبرامج معينة من هون ومن هون ومش عارف كذا إلى آخره. وبعدين بتعرفوا كان في قناة عربية وقناة إنجليزية، وحسب ذاكرتي بذكر كان يسكر التلفزيون الساعة 12، الساعة 12 بالضبط يغلق وبطلع السلام الملكي. هلا أنا يعني بأي منطق بدي أجي الولاد أقولهم اسمعوا، أنا تربيت على توم وجيري إنجاز التعبير الساعة 6 والساعة 12، أقولهم أنا كوني أنا كنت أسمع لجراندايزر وتوم وجيري، ممنوع تسمعوا لتوم وجيري وجراندايزر؟ هذا مش مع تطور الموبايلات والتابلتات والبلاي ستيشن والكذا، لا أنا ما بتخيل حدا يفكر بهذا المنطق، مو مش قادر أتخيل، غلط غلط. إلا إذا كان قصده بده يبعدهم عن وسائل التأثير السلبية، هذا موضوع ثاني. هنا أنا اللي فهمته من ظاهر الكلام عم برفض المبدأ من أساسه، ما دام هو ما احتاج لقصص يا أخي استمع على الأقل العبارة التي تنسب لإمام علي رضي الله عنه، أن ربوا أولادكم على غير ما تربيتم عليه، طبعا بالوسائل والطرق مش بالمبادئ، المبادئ القيمية والأخلاقية ما بتتغير. قال فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، بمعنى بدك تأخذ بعين الاعتبار، يا سلام، طبعا زماني وعزمانك ما كان في حدائق
ولا كان في ألعاب زي راح تشوفوها هلا قبل كمان شوي. كوني أنا فعلا أنا بطفولتي أنا ما مين زيي في الأردن، إحنا ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد يخزي العين، الحكومة مرمية الحدائق المليانة ملاعب إلنا مثلا طول نهارنا عم بننقي بأي حديقة نلعب، ما فيش لا في حدائق عامة ولا في ملاعب ولا في القصص هاي كلياتها. طب الآن صار في حدائق وملاعب مجانية للأولاد، أجي أقول أنا هيني وطلعت سوي وما مالي إيش وما عندي أمراض نفسية وكنت طول وقتي في البيت وما بطلع بلعب فبالتالي ما في داعي الأولاد يطلع يلعبوا؟ لا، هذا خطير، هذا تفكير فيه مشكلة إذا كان هذا الوصف صحيحا. زي هاي الحديقة قصدي. تخيلوا إحنا على زماننا ما كنا نحلم بهاي الأمور، واللي كان عندهم مثل هاي الأمور كانت تعتبر بعالم الأحلام نشوفه بالتلفزيون بس، ويمكن بعض الأثرياء جدا 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 في بيوتهم أو في قصورهم كان عندهم. طب هلا هاي صارت تقريبا موجودة في كل مكان، أجي أقول لأني أنا ما تربي ما بزبط، غلط غلط شديد، غلط منطقي عقلي تربوي بكل المعايير. الأخت خلود بتقول أعتقد أنه ينبغي على المقبلين على الزواج الخضوع لدورات تؤهلهم لمرحلة المقبل في حياتهم. نعم 100% أخت خلود، أنا عدة مرات دعيت في حياتي خاصة ما كنت في الأردن، خاصة لما كنت في الأردن حوالي 10 سنين تقريبا، كان عندي برنامج 5 سنين على التلفزيون الأردني وحوالي 10 سنين على إحدى الإذاعات الإسلامية الخاصة، كنت أكرر بشكل كبير جدا لعل الدعوة تجد أذانا صاغية، اللي هو ضرورة ما يسمى برخصة الزواج، واللي عبارة عن دورة زي فحص التلاسيميا، ممنوع حدا يكتب كتابه إلا ليحضر هو هي دورة، ياخذوا رخصة الزواج، بمعنى يحضروا دورة يتعرفوا فيها على الحقوق والواجبات من ناحية شرعية، ويتعرف على طبيعة الرجل طبيعة المرأة طبيعة الذكر طبيعة الأنثى، طريقة التعامل مع حل المشاكل، كيف تصنيف المشاكل، تحليل المشاكل، موضوع الأولويات في حل المشاكل، زي فكرة التضحية، ويكون عنده تصور انك انت مش داخل تلعب، انت مش داخل تتسلى، يعني ما يكون نمط فهمنا للزواج ناخده عبر الأفلام الأمريكية والأفلام التركية والأفلام السورية والأفلام المدبلجة المكسيكية، لا هذا خطأ كبير جدا. في منظومة فكرية ضخمة جدا لها علاقة بوجودنا في الحياة ولها علاقة بموضوع تصور أنا شو لازم أعمل وعلى أي أساس، كثير حكيته وكررته فمزبطش. فأنا معك 100%، الله يجزيكم الخير. شوف إذا في إشي ثاني، طبعا أنا ما بشوف كل إشي بتحطوه ديروا بالكم، أنا عم بمشي هاي. في أخت جونا نار بتذكرني يبدو من جيلي، الأخت الفاضلة بتقول لي كان في شو فلونا وريمي، نعم ريمي. النكتة إنه ريمي على وقتنا كان ولد، على وقت أولادنا ريمي صارت بنت، كيف ما بعرف، نفس الفيلم. إذا بتذكروا سباق الجائزة الكبرى تاكايا تودوروكي، جريندايزر وتاكايا تودوروكي والجائزة الكبرى، بعد ذلك الجيل اللي بعد اللي بعدينا إجا كابتن ماجد مش عارف مين اللي كان يطير نص ساعة في الهواء. تتذكروا كابتن ماجد؟ نص ساعة وهو في الهواء قبل ما يخبط الخبطة. كنا زي الهبل مكيف ولاتنا. اللهم صل على سيدنا محمد، الله يجزيك الخير. انا فلونه ما كنت اتابعها. اللهم صل على سيدنا محمد. في اخت اسماء بتسال دكتور بخصوص موضوع اليوم اللي هو موضوع التضحيه، أحد الزوجين بيكون دائما مضطر للتنازل حتى تستمر الحياة الزوجية، وهذا مع الوقت يزيل المودة بين الزوجين، وبالتالي يفقد الاستقرار حتى وإن استمر الزواج. متى يتنازل ويتغافل، متى يصمم ويقف عند رأيه؟ جميل، سؤال بلب موضوعي. شكرا أخت أسماء، أنا بنبسط جدا لما الأسئلة تيجي دايركت على الموضوع اللي أنا عم ببثه. حكت عن قضية واقعية جدا جدا جدا، لما واحد ضل يتنازل بعدين بيفقد الموضوع مكانته، بيصير كذا كذا. طيب ركزوا معي يا أخوي الكريم، سؤالك يا أختي برجعك للملف الثاني اللي ناقشته،
لازم بموضوع التنازل نكون عارفين احنا عم نتنازل في المنطقة الحمراء ولا البرتقالية ولا الصفراء. هذا رقم واحد. اثنين، التنازل لا يكون خفيا، التنازل يكون نتيجة نقاش وحوار وأخذ وعطاء. يعني لازم تصير في مفاوضات راقية. أنا ما بدي، أنا بدي، طب أنا منزعج وأنا متضايق وأنا كمان منزعج متضايق، طب أنا أرغب أنا لا أرغب، أنا أكره طب أنا أحب، ممتاز. طب هذا الموضوع أنا ما بقدر أتنازع عنه، طب مو أنت كمان تعملي هيك هيك، طب ممتاز أنا ما عندي مانع أعمل هيك هيك، بليش الاتفاق. الموضوع التنازل ليس فقط عبارة عن شخص بتنازل هو ساكت على السكيتي في السر وبضله يحمل جوا قلبه بعد ذلك بينفجر، لا 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 لا، أنا عم بحكي عن تنازل مشروط ضمن رؤية وضمن نقاش وضمن حوار وضمن مفاوضات وضمن أشياء كثيرة جدا. فبيكون واضح ومعلوم أنه أنا بدي أغير هنا وآجي على حالي مقابل شيء آخر. ما بتحدث عن تنازل عفوا شو بسموه، تنازل أعمى عام خفي سري، لا 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 أبدا. لذلك إذا 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 إذا, إذا الآن أنت كنت معي في العام بحكي، بصير التنازل واضح تماما زي ما بصير بمفاوضات بين الدول. في مشكلة دولة بين دولة على وشك تشير حرب بيناتهم، والحرب الكل حيخسر فيها. حتى لو نظريا في شخص منتصر بس مات منه ناس ودمرت بنيته التحتية، في خسارة. بيجوا بقعدوا مع بعض مثلا مفاوضة، تعالوا لا نطلق عليكم نووي ولا تطلق علينا نووي، طب مقابل ايش؟ لا تعملوش كذا الى اخره، اوقفوا دخول المهربين للمخدرات لبلادنا، تسمحوش في اعلامكم بكذا مقابل، طب انتوا كذا، طب انتوا رجعوا لنا المعارضين اللي مش عارفك هذه الى اخره، وهكذا. بنفس المبدا، طبعا مش نفس الحرفيه لكن المبدا بنفس هذه الطريقه يتم بين الزوجين، والله اعلم. هذا بشكل مختصر جدا، سامحوني انا لازم ان شاء الله جاوبتك اخت اسماء.